مشاهدينا اهلا بكم من جديد، والذكوره وصحه الرجل، والدكتور اسلام فتحي استشاري امراض الذكوره والعقم والمدرس بكليه الطب جامعه القاهره، وايضا الحصل على دكتوراه في طب وجراحه امراض الذكوره وزميل كليه الجراحين الملكيه من انجلترا. معنا استاذ عمرو. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل يا استاذ محمد. حضرتك يا دكتور، انا كنت عايز اكلم الدكتور. انا اتفضل. انا عندي 32 سنه. نعم. رحت كشفت طلع عندي تسرب وريدي. تسرب وريدي. تسرب وريدي. تمام. هي كانت الشكوى يا استاذ محمد، حضرتك متجوز؟ للاسف الخط قطع محمد. يعني هنحاول ناخد في الاعتبار هذا السؤال، والدكتور يعني يتكلم عن التسرب الوريدي. طيب دكتور، قبل الفصل كنا برضو بنتكلم عن مسألة اللي هي برضو اضطرابات ما قبل الزواج. عندي في الحقيقة برضو أسئلة كتيرة، هختارك بس الإعداد علشان يعني في أنا دلوقتي السؤال بيقول لي أسباب الضعف الجنسي، هل هي عضوية أم نفسية؟ يعني أنا عايز في الآخر أصل بالمشاهد في كل ردود الفعل اللي جوه، وأنت أستاذ متخصص من مركز رعاية، نقول الموضوع إيه باختصار. الأول قبل ما نتكلم على أسباب الضعف الجنسي، نحب نتكلم الأول على الفسيولوجي أو الطبيعي اللي بيحصل عشان نبتدي نحلل بالراحة كده إيه الأسباب اللي بتحصل تؤدي إلى الخلل الوظيفي. بالنسبة للانتصاب، هو لازم يحصل الأول عملية إثارة جنسية. نعم. بتيجي في البرين أو في المخ عن طريق حاجات كتيرة قوي، منها الهزار بين الزوجين والمداعبة. يبتدي يحصل عمليه الانتصاب عن طريق ان في دم، ضخ دم رايح للعضو الذكري، ويبتدي الاورده تقفل، فيبتدي يحصل احتباس للدم داخل العضو الذكري، ويبتدي يحصل الانتصاب اللي عن طريقه الزوج يقدر يجامع زوجته. تمام. ده باختصار بسيط عمليه الانتصاب بتحصل ازاي. نعم. فلما نيجي نحللها كده، ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي الى ضعف الانتصاب؟ نعم. نبتديها الاول على مستوى الحاله النفسيه. لو المريض نفسه فيه عنده اضطراب نفسي معين، او عنده توتر او قلق او ارهاق، كل الحاجات دي بتاثر على استجابته الحسيه للمسيرات. نعم. بينه وبين زوجته، فبيهزر مع الزوجه قالت بنكد انتصاب ولا في اي حاجه. لا لا، التوتر وضغط الحياه ده بيؤدي كتير. نعم. جدا في بعض الاحيان نوع من انواع الفشل البسيط. تمام. اللي ممكن يتقبله الزوج روح رياضيه شويه. تمام. بعض الناس بتاخدها لا، ان هو كده في حصل مشكله، وبتبتدي تدخل زي ما احنا قلنا قبل الفاصل في الحلقه المفرغه. التوتر والخوف من الفشل يؤدي الى الفشل. نعم. ده بالنسبه، ده لو بسطناه كده بالراحه، ده هو السبب النفسي الفسيولوجي او الموضوع بالظبط. نعم. ده السبب النفسي. نعم. لموضوع ضعف الانتصاب. تمام. ممكن تكون الدنيا كويسه جدا، بس المشكله زي ما قلنا بقى مشكله عضويه، في عندنا مشاكل بتؤدي الى ضعف الانتصاب عن طريق. نعم. الشرايين، زي تصلب الشرايين، السكر، ضغط الدم المرتفع. طب نعود لهذه البروبابيليتيز او الاحتمالات. بس معانا الاول سمير من طنطا. السلام عليكم سمير. الو. السلام عليكم. ايوه دكتور، انا عايز اسال حضرتك على سؤال. معلش. اتفضل يا استاذ سمير. حضرتك عندي يعني ايه، مش واخد الحجم اللي هو وكده يعني، فانا بسالك السؤال ده لو سمحت. الحجم استاذ سمير، حضرتك حاولت تقيسه قبل كده للعضو الذكري؟ لا ماليش انا في خبره قبل كده دي، بس انا بسال حضرتك. لا حضرتك ما قستوش. حضرتك بتقول ان انت بتشتكي من صغر حجم القضيب مش كده؟ اه. طيب حضرتك قسته؟ اه. حضرتك قسته عرفت منين ان هو صغير او قسته؟ ايوه حسيته حضرتك. يعني طلع كام سنتي تقريبا؟ كام؟ اه. طلع كام سنتي تقريبا؟ بيقول لك مقسي. هو مقسي. طيب هو يعني حضرتك الدكتور هيجيب عليك يعني المساله. المسألة طبعا ممكن جدا يكون المسألة طبيعية، ولكن انا ما برجعش في بيز، ارجع له في دكتور، في استاذ دكتور في تخصص، ارجع عشان اشوف انا فين. يعني ده المفروض يتم. هنجيب عليك سمير من طنطا برضو. طيب دكتور، كنت تجيب حول الاحتمالات المرضية او العضوية لمسألة العلاقة. اتفضل يا دكتور. بالظبط، زي احنا قلنا ان في اسباب ممكن تكون خاصة بالشرايين، زي تصلب الشرايين، السكر، ضغط الدم المرتفع، ممكن تروما او خبطة في منطقة العانة تؤدي الى ضعف بسيط، عمليات جراحية زي عمليات البروستاتا. نعم. برضو بعض الاحيان برضو بيدخل منها جزء برضو في تأثر للاعصاب المغذية للقضيب اللي عن طريقها بيحصل الانتصاب. نعم. ففي عوامل كتيرة تؤدي الى ضعف الانتصاب، مش عامل. تمام. واحد ما اقدرش احصرها في عامل واحد اللي هو عامل نفسي او عضوي، حتى. نعم. العضوي لازم يتقسم حاجات كتير. دي رساله، يعني دي رساله من حد بيقولها هي عضويه ام نفس يعني ام نفسيه. بالزبط. يعني دي رساله. آه. واستكمالا للسؤال، هل التربيه والنشأة لها دور في هذه المساله؟ التربيه يعني
التربية والنشأة بتؤثر طبعا بطبيعة الإنسان في تحكمه في تصرفاته كلها. نعم. التربية والنشأة المنغلقة زيادة عن اللزوم نعم. بتؤدي ان الانسان بيخرج منغلق على نفسه ما بيحاولش يسأل ويستفسر عن حاجات كتير بيبقى عنده نعم. مخاوف كتير ممكن تؤدي بيه لمشاكل نفسية والعكس برضو والعكس برضو المنفتح زيادة عن اللزوم طبعا ده بيؤدي برضو الى مشاكل برضو تانية ان هو بيفهم بياخد مفاهيم غلط من اماكن نعم. غلط او من مصادر غلط تؤدي برضو الى نفس المشكلة فالوسطية دايما هي حاجة ممتازة جدا في التربية نعم. والنشأة طبعا. طيب دكتور انا استاذنك بس نروح لغاية السعودية معانا مدام منال. السلام عليكم مدام منال. اتصال انقطع. طيب مدام منال حاول تتصل بنا تاني. مدام زينب حاول تتصل بنا تاني. يعني سمير مش هقول تتصل برضو محمد. طيب يبقى اذا التربية والنشأة او الفترة في المهد بتكون لها تأثير سواء بقى كان منغلقة او مفتوحة. بالضبط. الوسطية شيء كويس. الوسطية شيء كويس كده. نعم. طيب في برضو سؤال تاني بيقول اعاني من نقص هرمون الذكورة نتيجة عدم افراز الغدة النخامية. تمام. ببساطة كده الغدة النخامية هي غدة موجودة تحت المخ نعم. بتفرز هرمون الـ FSH والـ LH نعم. دول مسؤولين عن تنشيط الخصية عشان يكبروا حجمها تمام. في وقت البلوغ نعم. وإنها تفرز هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون نعم. المسؤول عن بناء التكوين والشكل الجسماني للرجل عن طريق نعم. العضلات والشعر والدقن والصوت الأجش نعم. والصحة الجنسية برضو مهم جدا فيها نعم. فإحنا المريض هنا بيشتكي من نقص هرمون الذكورة نتيجة ضعف الغدة النخامية نعم. في الحالات اللي زي كده عادة المريض بيبقى عنده تأخر في البلوغ نعم. العضو الذكري بيبقى حجمه أصغر من الطبيعي شوية نعم. حجم الخصتين بيبقى أصغر من الطبيعي نعم. الميزة هنا إن العلاج هنا بيجيب نتائج هائلة جدا. طب أخد بس اتصال عشان اتصالات فعلا بتقطع معي. أحمد القيرة. السلام عليكم أحمد. أستاذ أحمد القيرة. عليكم السلام. أهلا بك. اتفضل يا أحمد. إزيك؟ أهلا. اتفضل أستاذ أحمد. اتفضل. كنت عاوز اسال حضرتك بس عن العاده السريه تؤثر بعد كده في الزواج ولا نعم بس شكر. بس شكرا. العاده السريه تؤثر في الزواج. شكرا ليك احمد. يمكن كنا طرحنا هذا الموضوع ولكن الدكتور هيستفيد بيه اكثر. ما زلنا معكم مشاهدينا في برنامجنا الصحه الذكوره وصحه الرجل برعايه مركز رعايه للصحه الجنسيه والذكوره والانجاب به جميع التخصصات المرضية في أكبر صرح طبي في مصر والوطن العربي يضم أكثر من 35 أستاذ دكتور في جميع التخصصات. للاتصال على مركز رعاية هناك رقم اللي هو 19545 19545. هذا الرقم بيكون خلفي وأيضا لما يكون معنا الدكتور إسلام بيكون برضو خلف الدكتور. وأيضا أرقام موجودة على الشاشة للتواصل في أي استفسار اللي مش قادر يتواصل معنا على الشاشة. طب دكتور معلش إذا كنت أنا قطعت حضرتك وكان معنا اتصال. كنا بنتكلم عن موضوع الغدة الهرمونية وكنا وصلنا لمرحلة العلاج. العلاج في الحالات اللي زي كده لازم العيان يبقى عنده صبر شوية لأن احنا بنحاول نوصله انه يدخل في مرحلة البلوغ. مرحلة تمام. البلوغ الناس فاكرة انها بتبقى فترة صغيرة. لا نعم. فترة البلوغ بتبقى فترة الى حد ما طويلة طويلة نسبيا شوية. فانا عشان ادي علاج يحاكي اللي بيحصل في فترة البلوغ فلازم العيان يصبر معايا فترة من سنة ونص الى سنتين. للمرة الثالثة والرابعة هستأذن حضرتك. معلش عفوا. معنا احمد من اسوان. السلام عليكم احمد. احمد من اسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا احمد. دكتور اتفضل. اتفضل دكتور. ايوه معاك يا استاذ احمد. الو دكتور. اهلا وسهلا مع حضرتك. بعد ما بحصل جماع بيني وبين زوجتي بحس تعب وارهاق. فهل في تاثير من المدام على حالتي الصحيه؟ هو حضرتك عندك كم سنه يا استاذ احمد؟ بحصل بيني وبين جماع. حضرتك عندك كم سنه يا استاذ احمد؟ عندي 40 سنه. 40 سنه. عندك حضرتك اي مشاكل 40. صحيه؟ في اي مشاكل صحيه حضرتك بتعالج منها؟ لا. ضغط سكر حرك عندك اي مشاكل صحيه؟ لا لا ما عنديش اي مشاكل. لا لا سليم ويعني. طب الموضوع ده اللي انت بتحس بالتعب والارهاق بعد الجماع منذ زمن ولا قريب؟ استاذ احمد مسوان انا كده من سنتين. من سنتين قبل ما بحصل بيني قبل ما بحصل بيني وبينها جماعه لان انا بشتغل في اسوان فبحصل بينا كل مره كل شهر مرة كل شهر تقريبا. طيب استفسرت ممكن كل شهر. تمام دكتور عايز تسأله في حاجة؟ لا كده تمام. أستاذ أحمد من أسوان عندك استفسار تاني؟
شكرا ليك احمد من اسوان. برضو هنجيب كل الناس على فكره، كله ينتظرني وهنجيبه. وانا عايز اقول برضو ممكن جدا تتواصلوا على الخط السخن المجاني لمركز رعايه لو ما كانتش الاجابه وافيه بالنسبه لكم او وقتنا مش جيد. طيب ننتقل الى سؤال اخر دكتور. كده جاوبنا على السؤال التاني، بيقول زواج 10 سنين وضمور شديد في الخصيه العينه زيرو والزوجه سليمه السن 37 سنه، يعني سن الزوج تقريبا. سن الزوج 37 سنة. نعم. هو طبعا هي المعلومات مش كافية قوي او مش وافية قوي قدامنا. تمام. بس من ضوء الكلام اللي حضرتك قلته، هو احنا عندنا مريض عنده تأخر في الانجاب. نعم. ما عندوش حيوانات منوية في الخصية. نعم. بدليل ان هو الدكاترة خدوا منه عينة من الخصية وقالوا انه ما فيش فيها ازو سبيرميا وما فيش فيها حيوانات منوية. تمام. الحالات اللي زي كده هو الامل بيبقى عندنا في موضوع الحقن المجهري. في العمليه دي بيتم ان احنا بنعمل عمليه استكشاف للخصيتين عن طريق المكبر البصري او مجهر. نعم. الجراحي. نعم. بنحاول نعمل عمليه استكشاف للخصيه كلها او مسح للخصيه كلها بحيث تمام. يمكن نلاقي فوكس او بؤره تكون لسه فيها انتاج للحيوانات المنويه. تمام. بيبقى عندنا تشانسز احتمال حوالي من فرص 30 يعني. من 30 ل 45% في حالات مشابهه ان احنا نلاقيها فيها فعلا حيوانات منويه. نعم. طبعا الفرص دي بتختلف من مريض للتاني. نعم. بناء على التقييم الشامل لحالته. نعم. وده طبعا مش موجود معنا دلوقتي يعني. تمام. بس طالما هو لسه ما وصلش للمرحله دي فاحنا لسه عندنا امل. تمام. طيب انا يعني ارجو اصحاب الرسائل يكونوا بيتابعونا. سعد من العراق، يا سعد انت بعت رساله بتقول زارع كليه، هل استطيع الزواج وهل يحصل انجاب او ضعف جنسي؟ يعني سؤاله كده يعني. هو طبعا عنده مجموعه محاور جوه. طبعا هو احمد طبعا يعني مفيش معلومات وافيه. سعد. طبعا سعد من العراق. سعد من العراق. اه مفيش معلومات وافيه طبعا هو ادها لنا، بس طبعا هو زارع كليه معنى كده ان هو كان عنده فشل كلوي قبل الزرع. نعم. الفشل الكلوي طبعا بيعمل عمليه تاثير على الانتصاب وبيعمل يأثر على انتاج الخصيه من الحيوانات المنويه. نعم. بس الكلام ده كله بيرجع يتعكس تاني بعد عمليه الزرع، لانه بيحاول يرجع للنورمال فيسيولوجي بتاعه او الفسيولوجيه الطبيعيه بتاعته بتاعه جسمه. نعم. والدنيا بتتحسن كتير، فانصحه ان هو يعمل تحليل سائل منوي. نعم. وبناء عليه نبتدي نقرر هل هو فعلا محتاج تدخل او الدنيا رجعت لطبيعتها تاني. تمام. اذا لو اي حد سيده او زوج عنده تحليل سائل منوي وعايز يستبين لهذا السائل يتصل بينا على برنامجنا من خلال الرقم على الشاشه، او يتصل بمركز رعايه اللي هو قلنا 19545، على اعتبار ان يرد عليك دايما حد مسؤول ومتخصص. طيب دكتور لو انا رجعت شويه، طب هرجع نكمل اسئله المشاهدين عشان ده حقهم علينا. كان فتحي من القاهره بيقول متجوز من سنه وشهر، المدام كشفت هرمون، عندها هرمون لبن زياده، خدت منشطات وهو عمل تحليل سائل منوي طلع 30 مليون 25% حركه، وانه كان متجوز قبل كده وانجب ثلاثه. تمام. هو بالنسبه للاستاذ فتحي طبعا هو حاجه مباشره شويه ان هو كان متجوز قبل كده وعنده اطفال من الزواج السابق، ده معنى كده ان هو حتى لو في مشكله فغالبا هتبقى مشكله بسيطه وعلاجها ان شاء الله بيبقى بسيط جدا. نعم. بنحتاج طبعا في الاول ان احنا نكشف على المريض لان في بعض الامراض زي الدوالي الخصيتين تاثيرها ما بيبانش غير متاخر شويه، يعني بتاخد وقت قبل ما تبتدي تاثيرها يبان. تمام. على الخصيه وتحليل السائل المنوي. تمام. بالنسبه للتحليل بتاعه العدد كويس جدا بالنسبه ل 30 مليون. نعم. في الملي الواحد، فده رقم معقول. هو المشكله عند استاذ فتحي هو الحركه. نعم. الحركه 25% ده حركه الى حد ما ضعيفه. ضعيفه. الاسباب اللي ممكن تؤدي الى حركه ضعيفه ممكن يكون في دوالي في الخصيتين. استاذ فتحي مدخن، والتدخين لفترات طويله ممكن يؤثر على حركه الحيوانات المنويه. نعم. ثالث حاجه وجود التهابات حتى ولو بسيطه في تحليل السائل المنوي بتؤدي الى ضعف الحركه بتاعه الحيوانات المنويه. لكن دكتور هناك عوامل اخرى مثل الاجسام المضاده، مثل اللزوجه، مثل القلويه، يعني هناك اشياء كثيره. يمكن هنا اللي بيتصل بينا ما بيقولش كل البارامترز او العوامل الموجوده جوه. بالظبط كده. نعم. لان احنا خدنا طبعا من ضوء الكلام اللي هو قاله، فبالنسبه للتحليل اللي هو قاله او الارقام اللي هو قالها ده اللي ظاهر لينا. تمام. طبعا بنحاول بقدر الامكان نعالج اذا كان في انفكشن او التهابات نعالجها في الاول. نعم. لو في دوالي ممكن يحصل لها تدخل جراحي. التدخين بيقلل التدخين. نعم. لو فضل الوضع على ما هو عليه نبتدي ندخل بعد كده بانفستيجيشنز اعلى او فحوصات اعلى. بالظبط كده. نعم. احنا نعمل فحص الاجسام المضاده زي ما حضرتك قلت بالظبط في السائل المنوي وفي الدم عنده عشان نعرف هل فعلا في اجسام مضاده ولا لا. طيب استاذن حضرتك دكتور اسلام، معلش ناخد عاطف من الايوبيه. السلام عليكم عاطف. عاطف السلام عليكم. السلام عليكم. يعني عاطف اتفضل. اتفضل يا عاطف. سامع. الحقيقه كنت عايز اشكر الدكتور اسلام على انه الخدمه الجميله اللي هم بيقدموها لنا، لان التخصص ده كتير قوي للاسف من الناس اللي كانوا بيعانوا من مشاكل بقوم ضحايا لدكاترة مش متخصصين. واحنا الحقيقة كان لنا تجربة قبل كده والحمد لله ربنا كرمنا
على ايدين اساتذه افاضل زي الدكتور اسلام. نعم اشكرك. طب هل هناك شكوى معينه؟ كنت عايز اسال الدكتور اسلام اتفضل ازاي اقدر اتواصل معاهم واذا كان في امكانيه مثلا في مكان على الفيسبوك ولا موقع معين. نعم طيب تقريبا الرساله وصلت. استاذ عاطف من الايوبيه هو بيشكر يعني لفرد مثل هذه الموضوعات، ويمكن احيانا بتكون موضوعات حساسه لان احنا تعودنا على مسائل النساء والتوليد انها تكون مسائل ممنوحه للناس كلها، ولكن طب الذكوره يمكن كلمه الذكوره تحديدا، وزي ما قال الاستاذ عاطف انه الناس كانت ضحايا لناس غير متخصصه، او بعض الناس بيبقى عندها الخجل انها تواجه مشكلتها. اتفضل يا دكتور. وقال حاجه ثانيه انه لو يعني التواصل مع مركز الرعايه لو كانت هناك غير هذه المساله. هي الارقام طبعا واضحه على الشاشه للمشاهدين كلهم، التواصل عن في مركز الرعايه عن طريق الخط الساخن بتاعنا اللي هو 19545. نعم. طبعا يا استاذ عاطف انا بشكر حضرتك طبعا على الاطراء اللي حضرتك اديته لنا ده، دي حاجه يعني شهاده في صالحنا طبعا. واحب اكد برضه طبعا على كلام حضرتك ان احنا بنشوف فعلا ضحايا كتير قوي بنقابلهم ناتجه من نقدر نقول جهل او عدم خبره من بعض الاطباء اللي هم بيروحوا لهم بعض العيانين، او التسرع في الحكم على الامور وعدم الصبر مع العيان، لان المريض بالنسبه لسواء ضعف انتصاب او العقم فهو مريض الى حد ما محتاج نصبر عليه شويه. تمام. سواء في علاجه او السماع للشكوى بتاعته. نعم. والتعجل في اختيار طريقه علاج مش مناسبه ليه ممكن تؤدي الى فعلا مشاكل كثيره جدا. تمام. يعني يمكن لم يكن طب الذكوره يمكن هو موجود من بدري، وكان علينا هنا الاستاذ دكتور محمد رعيه ان هو تقريبا من حاجه و60 بالظبط في القصر العيني، ولكن مع ذلك كانت وزاره الصحه او ما كانش فيه باستمرار اعلام او حاجه زي كده تخلي الناس تعرف ان في امراض ذكوره وفي دكتور متخصص. يعني دايما احنا كانت المساله بالنسبه لنا الجلديه والتناسليه بالظبط فعلا. طب هيعمل ايه المريض؟ بيروح الاتجاه ده يعني؟ هو طبعا هو زي ما احنا عارفين التخصص هو شيء مهم جدا في الحياه. نعم نعم. فكل ما حضرتك تخصصت اكتر كل ما معلوماتك كانت اعلى في التخصص بتاعك، والمدى اللي انت تقدر تفيد بيه العيان بيبقى اعلى واكتر بكتير. تمام. طبعا لما اكون يعني واخد مجال واسع جدا زي مجال الجلديه والتناسليه بكل نعم. ابعاده نعم. الى حد ما بيبقى عندي الوقت ان انا اقرا في الحاجات الجديده بالنسبه للذكوره والعقم بتبقى اقل طبعا من غيرها، ومدى افادتي للعيان طبعا اكيد بتقل. نعم. طب دكتور هستاذن حضرتك، معانا اتصال من اسكندريه. اميره السلام عليكم. اميره الو. السلام عليكم اميره من اسكندريه. وعليكم السلام. اتفضلي يا اميره. لو سمحت ممكن اقول للدكتور التحليل بتاع جوزي؟ اتفضلي يا مدام اميره. اوكي. بالنسبه للعدد 73 مليون نعم. في الملي الواحد. نعم تمام. بالنسبه للحركه 39.40 وبعد كده 30.50 وبعد كده 30.10. نعم. اما بالنسبه اللي هي التشوهات 93 في 93 و9 من 90%. نعم. فيعني ممكن اعرف ايه رايه في يعني في التحليل ده؟ هو بالنسبه للحركه حضرتك قلت لي انها 39.40 صح او 0.40 مش كده؟ بعد كده بنرجع نقسم الحركه دي جريدز او درجات، فهل هي كانت سريعه ولا بطيئه ولا متوسطه؟ الحركه نفسها كانت اخبارها ايه؟ قالت 30 وكسر و30 وكسر. 30.50% و 30.10. التحليل ده حضرتك عملتيه في معمل عادي ولا كان معمل في اطفال انابيب واجل؟ معمل عادي. اللي هو تحليل الكمبيوتر ده. تمام. تحليل بالكمبيوتر. طيب في استفسار تاني يا دكتور ولا خلاص؟ هو حضرتك متزوجه بقالك قد ايه؟ انا بقالي سنه واربع شهور. سنه واربع شهور. كان عندي حمل في تاني شهر من الجواز. الحمل ده نزل فكان عندي ورم نيفي، عملت العمليه وفصلته بالجراحه. نعم. وبعد كده طلع عندي لحميه في الرحم. نعم. فصلتها بالمنظار. وبالنسبه لجوزي الدكتور عطله يعني علاج مده شهرين، قال له عشان نسبه تشوهات عاليه. طيب مدام اميره الرساله وصلت هنجيبك، بس عشان معانا من بدري على من السعوديه ابو صالح. السلام عليكم ابو صالح. ابو صالح من السعوديه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. الدكتور سيد؟ لا معاك الدكتور اسلام فتحي. والله الحساسيه يا دكتور. الحساسيه؟ اي نعم. حضرتك بتشتكي من الحساسيه. احنا بنتكلم في حلقتنا عن امراض الذكوره،
امراض الذكوره، عندك استفسار عن امراض الذكوره؟ كيف حضرتك عندك مشاكل في امراض الذكوره، في الانجاب، تاخر الانجاب، في العلاقه؟ لا لا كل شيء تمام الحمد لله. طيب شكرا ليك ابو صالح من السعوديه. يعني تقريبا في توقيت اخر لهذه البرامج. ما زلنا معكم مشاهدينا في برنامجنا الصحه، الذكوره وصحه الرجل، وهذا البرنامج برعايه مركز رعايه للصحه الجنسيه والذكوره والانجاب، اكبر مركز متخصص في مصر والوطن العربي، حيث يضم اكثر من 35 استاذ دكتور في تخصصات متعدده مثل امراض الذكوره وامراض النساء والتوليد والبروستاتا والمسالك البوليه والصحه الجنسيه او الطب النفسي والجنسي، وايضا الطب المعملي وطب الاجنه وطب الاضطرابات الهرمونيه وابحاث السمنه والتغذيه العلاجيه. ان شاء الله باذن الله اللي عايز يتواصل مع مركز رعايه في رقم موجود اللي هو 19545، هذا الخط مجاني، ممكن جدا تتصل وتستفسر بعض. ان النهارده ناس كتير دخلت عندنا وللاسف ما قدرتش توصل، خدوا الرقم ده واتصلوا، وفي نفس الوقت هيرد عليك المتخصصين. طيب دكتور احنا كنا نجيب على، خليني ارجع تاني لفتحي من القاهره، خليك معايا فتحي. هو فتحي لما انجب ثلاث اولاد، هل كانت هذه النتيجه للتحاليل كانت هي دي النتيجه لما انجب، ولا كانت احسن من كده واختلفت مع الوقت؟ ممكن الاثنين. ده كاستاذ ذكوره بقى ممكن الاثنين يا استاذ احمد. نعم. لان زي ما احنا قلنا ان موضوع الانجاب هو علاقه ما بين راجل وانثى، ذكر نعم. يعني نعم. الراجل ومراته. نعم. فبتختلف طبعا، في بعض السيدات ممكن تحمل على ارقام اقل نعم. من الطبيعي شويه، وده وارد جدا وبيحصل، وارد يحصل طبعا تدهور على فترات في تحليل السائل المناوي زي ما احنا قلنا. عند هذا التدهور دكتور اسلام بعتذر المره المليون. ومعانا استاذه سناء من العراق. السلام عليكم سناء. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا بتسال على تحليل زوجي. اتفضلي قولي. قد اللون الكلر وايت جراي. نعم سيبنا من اللون دلوقتي. ولا هو الاهم العدد. العدد 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 67 مليون. نعم كويس. والحركة الميلتي الاي 40%. 40% متلتي. طيب الخط قطع يبدو النهارده في مشكله، في مشكله. طيب انا برضو كنت يعني هرجع تاني بس السؤال عشان بس حته الاتصال دي، كان الاستاذ عاطف من القلوبيه قال هل وسيله اخرى للاتصال غير الرقم ده بالنسبه في الفيسبوك او الانترنت او كده؟ في طبعا في صفحه لينا موجوده على الفيسبوك. نعم. نفس الاسم بتاعنا اللي هو مركز رعايه للصحه الجنسيه والذكوره والانجاب. تمام. يقدر يتواصل عليها، يقدر يبعت استفساراته ويلاقي اجابه ليها ان شاء الله باذن الله. تمام. ومخرجنا على فكره بيقول ان فعلا نزل الموقع على الشاشه دلوقتي حالا. طيب ماشي. والاستاذ احمد الشريف طبعا متابع بقوه وما شاء الله عليه يعني. طيب دكتور اذا من الممكن كان ده يكون الرقم الطبيعي الفتحي، وده الرقم الطبيعي في الوقت الحالي، ومن الممكن كان يكون العكس لان هو لم يحلل قبله. بالظبط كده. نعم. ده وارد جدا. هذا الرقم اللي هو قاله 30 مليون وحرك 25% ومعنيش معطيات اخرى، بصفتك استاذ دكتور هذا الرقم ينجب؟ مفيش رقم عندنا ما اقدرش اقول لعين انت غير قادر على الانجاب. نعم. هي بنتكلم على فرص او احتماليه حدوث احتماليه الانجاب. بالظبط كده. بنسبه كام في الميه؟ الارقام هنا لا بتقل طبعا. يعني احنا عندنا في حاجه اسمها الحد الادنى اللي بنعتبر بيه، اللي بيعديه بنعتبر ان هو تحليل سائل منوي بتاعه طبيعي. نعم. و95% من الرجاله اللي هم انجبوا في فتره سنه. تمام. كانت ارقامهم اعلى من الرقم ده. نعم. طبعا بالنسبه ل 30 مليون فهو رقم ممتاز جدا، لان الحد الادنى كان 20 مليون. نزلوها كمان دلوقتي في اللي هو الجايد لاين اللي هو الاخير او الرقم الاخير اللي هي كانت 2012 كانت وصلت ل 15 مليون. طب كويس. بالنسبة الحركه هي 25%، لا هي لازم تبقى اعلى من 50%. تمام بالظبط. فطبعا هنا بنتكلم على ضعف في الحركه، وده بيؤدي طبعا ان نسب الحمل بتقل. سؤالي مقصود ان عندما يعني كان هناك رجل ينجب في الماضي ثم جه في الحاضر مثلا، ممكن يكون تاثر او تعرض لبعض الاشياء. طب اروح الاول ليبيا. السلام عليكم، معانا زينب من ليبيا. السلام عليكم زينب من ليبيا. عليكم السلام ورحمه الله. انت زينب مع اول اتصال كنت معايا. ايوه اتفضلي زينب. انا بنقول لك يا دكتور، انا متجوزه، انا عمري 40 سنه ومتجوزه راجل متجوز عنده اولاد، وبعدين بعد ما اتجوزت لي تو 5 سنين ما عندناش اولاد، وكل ما نمشي معاه يقولوا ان عنده سكر، والمشكله في السكر ان تبكي في الحيوان المنوي، العدد ما فيش عدد معين يعني باش هل يحصل انجاب.
هل بينزل سائل منوي من الزوج؟ هل بيحصل قصف وانزال من الزوج ولا ما بيحصلش؟ ايه؟ هل بيحصل ان الزوج بينزل منه مني ولا ما بينزلش؟ ما فيش مني بينزل؟ لا لا ما فيش سائل. ما فيش سائل. طب هو سنه، هو سنه كام سنة؟ 55 سنة. هو 55 سنة. والسكر عنده بقاله قد ايه؟ ايه؟ السكر، مرض السكر. مرات بيكون 350 اعلى شيء يعني. طيب دلوقتي خلينا بس عشان انت الصوت عالي جدا، مدام زينب من ليبيا، المشكلة دلوقتي ان انت متجوزاه كزوجة تانية وهو عنده 5 اولاد من الزوجة الاولى. المشكلة بالظبط بالنسبة لحضرتك ايه؟ هل المشكلة ان عدم الانجاب؟ المشكلة كل ما نمشي وكل ما نعالج، كل ما نمشي نعالج بيقولوا لي المشكلة مساته في السكر. يقول لك المشكلة في السكر عند جوزك يعني، عند زوج حضرتك. تمام. ايوه. طيب. انت طب عايز تسألها في حاجة دكتور؟ يا ريت الدكتور يقول لي صح هذه المشكلة. حاضر. هقول لك يا مدام. حاضر. هقول لك دلوقتي يا مدام زين. طب هو عمل تحليل؟ هي قالت انه ما بينزلش. ايه عمل تحليل. طب قولي التحليل. والله مش عارفه. هو بينزل التحليل مازال ما طلعش. بينزل منه سائل منوي يا مدام زينب ولا ما بينزلش؟ قالت لا. طيب بينزل. بينزل. الارقام بتاعته اخبارها ايه؟ ضعيف. بينزل مني ضعيف يعني. تمام. طيب شكرا ليكي زينب من ليبيا، لان واضح ان الحلقه كلها هتاخد موضوع زينب. معانا 5 دقايق ولازم نجيب على كل الناس. طيب كنا عند خلاص، انا هسيب كده الموضوع فتحي، هنبتدي نتكلم بسرعه كده. طب نتكلم عن زينب سريعا. زينب بالنسبه لمدام زينب، هو بتقول ان جوزها كان متزوج قبل كده وعنده انجاب 5 اولاد من الزوج السابق. نعم. ودلوقتي هو عنده سكر. وبتقول ان الماني اللي بينزل منه كميته قليله جدا. نعم. او احيانا ما بينزلش ماني خالص. نعم. مرض السكر مرض من الامراض اللي بنعتبرها في الطب مرض رزل، لانه بيقعد مع العيان طول عمره. عارفه. ولازم يكونترول. عارفه. ولازم يكونترول يعني لازم المريض يبقى عنده كنترول جامد جدا. نعم. على السكر بتاعه. نعم. بعض المرضى ما بيلتزمش على علاج، وده باين قوي من الارقام اللي هي بتقولها، بتقول 350 ساعات سكر بيطلع 350. بس الرقم مش عالي يعني في السكر. هو الرقم مش عالي. بس هو يعتبر عالي عن الطبيعي. تمام. الطبيعي ان المفروض الرقم في العشوائي ما يزيدش عن 180، ف 350 حتى لو اعتبرناه ان هو فاطر فهو رقم عالي. ده طبعا بياخد علاج لفترات طويله. بيحصل عنده تاثر للاعصاب اللي هي المفروض انها بتقفل عنق المثانه اثناء القصف. نعم. المرضى دول بيبقى عرضه ان هو اثناء القصف العضله بتبقى ضعيفه، فما يقدرش يقفل عنق المثانه. نعم. ويرتد المني ينزل مع البول. تمام. فيبتدي المني ما يخرجش، او لو خرج جزء يخرج جزء ضعيف جدا ما بيحصلش عليه حمل. نعم. بس احب اطمن مدام زينب طبعا الحالات دي طبعا الامل فيها كبير جدا، لان خلاص هتبقى شغاله عاده كويس جدا. بس المشكله زي ما بنقول ان هو المني بتاعه ما بيوصلش. تمام. للرحم عند الزوج. نعم. طبعا وسائل الاخصاب المساعد في الحالات اللي زي كده بتجيب نتائج هائله جدا. تمام. محمد كنت 32 سنه وعندك تسرب وريدي. سريعا يا دكتور. بالنسبه لمحمد دلوقتي، هي مشكله التسرب الوريدي هي خطا شائع برضو كمفهوم عند بعض الناس. نعم. التسرب الوريدي الحقيقي هو بيبقى نسبه قليله جدا جدا من حالات ضعف الانتصاب. نعم. ويبقى المريض عمره ما شاف في حياته انتصاب. نعم. الانسان الطبيعي بيحس بانتصاب اثناء الاثاره الجنسيه، حتى لو متزوج بيحس بانتصاب اثناء ال. طيب دكتور هتوقف مع حضرتك شويه. معانا نادي من المنيا. السلام عليكم نادي. طيب الاتصال فصل نادي. كل اللي اتصال فصل معاهم النهارده اتصلوا على 19545. الاتصال مجانا 19545. مركز رعاية بيرد عليك نخبة كبيرة جدا من الأطباء، يعني بيعتبر عليك بيكشف عليك يعني بشكل مجاني، ثم بعد كده لو استدعت الأمر انك تروح هتروح. طيب كنا يعني نقول فيما يتعلق بتسرب الوريدي مسألة مش دايلما، مش مشكله كبيره يعني. بالظبط كده زي ما احنا قلنا، هي بتبقى عند جزء قليل جدا من الناس او المرضى الحقيقيين اللي عندهم تسرب وريدي. وده بيبقى عيب خلقي. تمام. عيب خلقي في الوريد اللي هو المفروض. نعم. هو بيصرف الدم من. لكن له علاج. هو له علاج، عمليات جراحيه. نعم. بتجيب نتائج في بعض الحالات، مش في كل الحالات طبعا. نعم. طبعا العلاجات الدوائيه بتجيب نتائج هائله في الحالات اللي زي كده. الحقن الموضعي بيجيب نتائج برضو كويسه. جدا في الحالات اللي زي كده. بس لو بعض الحالات اللي هي الضعيفه اللي هي القليله جدا بيبقى التسرب الوريدي عنيف جدا لدرجه ان هو مش نافع معاه. الحقن الموضعي كمان ساعتها بنلجا للي هو زرع دعامه في العضو الذكري. طيب كان برضو محمد عشان بقى الحاجات اللي قالها الدكتور،
اتصل على المركز. كان سمير من طنطا فيما يتعلق بقصر العضو حسب مفهومه بالزبط. هو مالوش ميجرمنت او مقياس بالظبط، ده اللي احنا اتكلمنا عليه يا استاذ احمد في اول الحلقه خالص، ان بعض الناس بيبقى عندها مفهوم غلط عن حجم طول والعرض بتاع القضيب او قطره مثلا بالظبط. فهي دي المشكله، دي مشكله بتقرق ناس كتيره جدا. نعم. لانه خصوصا كمان بيحصل مبالغات من بعض الناس وبتدي هم ما بيفهمش ان دي مجرد مبالغات. لو عرف المريض او لو استاذ سمير سمع معانا وعرف ان العضو الذكري بالنسبه للرجل الطبيعي يتراوح ما بين 7 ل 16 سنتيم تمام من عظم العانه، من عظم العانة مش من الجلد. بعض الناس بيبقى عندها دهون في منطقة العانة، سمنة في منطقة العانة فبتخبي جزء كبير جدا من العضو الذكري، فالجزء الظاهر منه بيبقى هو شايف ان هو طوله صغير، بس هو ده مش حقيقي. نعم. دي نقطة. النقطة الثانية برضو لازم استاذ سمير يفهم ان العلاقة الزوجية بين الرجل ومراته الاحساس بالانتصاب طب معلش انا اسف جدا بيضغطوا عليا في الكنترول، والله انا شكل وحش انا عارف قدام المشاهدين بس غصب عني. محمد من القاهرة اخر اتصال معانا. يا محمد السلام عليكم. اهلا بك يا محمد، اتفضل. أنا دكتور عندي التحليل بتاعي في نعم. 1.5 ملي والفعلا العدد 42 في الملي. نعم. 42 مليون. نعم. والحركة يا محمد أخبارها إيه؟ الحركة حضرتك الدول بي 50 و25. حضرتك متجوز بقالك قد إيه يا محمد؟ بقالي حضرتك بقالي سنتين وشوية. سنتين وشوية؟ في صديق عندي حضرتك مفيش مفيش صديق. الساعة الأولى 70، الساعة الثانية 65، والساعة الثالثة 50. في صديد يا محمد في السائل المنوي بتاعك؟ في صديد في السائل؟ لا مفيش صديد. المدام عندها كام سنة؟ يبدو ان الخط فصل محمد. طيب ما اعرفش هل تجيب محمد بسرعه عشان بالنسبه لمحمد الارقام اللي هو قالها ارقام هايله جدا. نعم. 1.5 ملي. بنتكلم في 42 مليون. الحركه 50% جريد A اللي هي السريع. نعم. و 20 او 25% جريد B. فالارقام بتاعته هايله جدا. تمام. في الحالات الذكاء لازم نتاكد ان مراته ما عندهاش اي موانع تمنع الانجاب. تمام. ساعتها ممكن نتدخل نشوف هل في مشاكل بقى اعمق من كده شويه عند محمد، ممكن يعني في تحاليل بتتعمل عن للدي ان اي او للحامض النووي بتاع الحمض النووي، ممكن يكون في مشكله يؤخر الانجاب. تمام. بتحصل. كان احمد من القاهره، العاده السريه وتاثير على الزواج. بالنسبه للعاده السريه دي بقى طبعا مشكله كبيره جدا، لان بتسيب عند الناس مفاهيم غلط كتير قوي ان العاده السريه ممكن تؤدي لضعف الانتصاب، بتؤدي الى سرعه القذف، بتؤدي. طبعا الكلام ده مش صحيح، لان لو عرفنا ان على مستوى الشباب على مستوى العالم جدا العاده السريه دي حاجه منتشره جدا. حوالي اكتر من 90% من الشباب في فتره المراهقه بيمارسوا العاده السريه. نعم. فهل معنى كده ان 95% من الشباب عندهم مشاكل في تحسيس الصحه الجنسيه ولا لا؟ ده طبعا كلام غلط. هي المشكله بس في العاده السريه ان المريض بيحصل له حاجه اسمها كونديشننج او ربط. هو بيربط ما بين العاده السريه او احتكاك ايده بالقضيب والقصف. نعم. فده يخليه لحد ما يواجه مشكله شويه اثناء في بدايه الزواج بينه وبين زوجته. نعم. او دي حاجه. والحاجه الثانيه انه متعود على سرعه القصف، ان هو بيقذف بسرعه. نعم. لكن طبعا عايزه ليس بتصريح يعني بعمل العاده السريه. لا طبعا. طبعا احنا في عندنا دين، بس هو الدكتور بيتكلم من الناحيه العلميه. دكتور في الحقيقه وقتنا انتهى، فانا يعني فعلا بس كان احمد من اسوان استاذنك يا عمرو سريعا، واول ما تقول لي هقول لك. كان بعض الجماعه بيحسب بتاع ارهاق من سنتين وكده، وانه الجماعه ده بيحسب مره كل شهر، في اجابه مجازه دكتور؟ لا لازم استاذ احمد الاول اللي يراجع طبيب امراض بطنه ومتاكد. نعم. انه ما فيش عنده مشاكل في القلب. نعم. او ما فيش. نعم. عنده مشاكل صحيه. نعم. تعاني من ارهاق. طبعا لازم نساله هل العلاقه الجنسيه بتستمر قد ايه. نعم. لازم نقعد معاه فتره اطول. نعم. نفهم منه. حاضر. موضوع مشكله بالظبط دكتور للاسف لازم اني حالا، لكن ما زال هناك موضوع مهم جدا وهو مساله العضو الطبيعي شكله ايه، العلاقه برضو وسرعه القذف كلي. ده ان شاء الله كلنا نتعرف عليه في الحلقه القادمه. مشاهدينا الكرام، في نهايه اللقاء اشكر باسمكم الدكتور اسلام فتحي استشاري امراض الذكوره والعقم والمدرس بكليه طب جامعه القاهره والحصل على دكتوراه في طب وجراحات امراض الذكوره وزميل كليه الجراحه الملكيه من انجلترا. الشكر موصول طبعا للاستاذ دكتور ياسر خياط، الشكر موصول للاستاذ دكتور محمد رعيه، والاستاذ دكتور احمد سالم، وكل والدكتور محمد عباس، وكل الساده الافاضل بنستمتع بيهم. وان شاء الله باذن الله الدكتور ايهاب طبعا ان شاء الله هتكون معنا هذه النخبه، ونلتقي بكم مشاهدينا الكرام في الاسبوع القادم. والى ان نلتقي اتمنى لكم اسعد الاوقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعايه مركز رعاية، مفهوما جديدا لتقديم الخدمات الصحية أعلى المعايير الطبية المتعارف عليها عالميا. 14 تخصصا في مجالات الذكورة والصحة الإنجابية، الصحة الجنسية، النساء والتوليد والعقم، الغدد الصماء، المسالك البولية، الأمراض التناسلية،
صحة المرأة الجنسية والصحة النفسية، طب الأجنة، الطب المعملي، والموجات فوق الصوتية. نستخدم تخصصات فريدة لا تقدم من خلال مراكز طبية أخرى. يقدم مركز رعاية مجموعة من الخدمات الطبية المتكاملة، نهدف إلى توفير خيارات العلاج الشامل في بيئة إيجابية مريحة. في مركز رعاية لسنا فقط نفخر بكوننا الرواد في مجال أمراض الذكورة والعقم على نحو 30 عام، ولكننا أيضا نعمل على توفير الرعاية الطبية. مركز رعاية، فريق طبي يتمتع بأفضل الخبرات. مركز رعاية للصحة الجنسية والذكورة والإنجاب. اتصل على الخط الساخن 19 545